محاضرة ستيج 2 implant surgery. راح نحكي شو يعني ستيج 2 implant surgery, راح نحكي شو يعني alternatives لستيج 2 implant surgery, ايش في عنا بدائل, ايش في اشياء ممكن ناخذها بعين الاعتبار. طبعا تركيز على السوفت تيشو مانجمنت از ا بيريدونتست, راح يكون تركيزي على حالات مختلفه, اوضاع مختلفه لها علاقه في السوفت تيشو. هلا راح نبلش احنا المحاضره. بداية تنويه صغير, يعني انه في ممكن تظهر منتجات في المحاضرة, انا ما إلي اي مصلحة تجارية في اي منتج قد يكون انه يظهر في المحاضرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر. دقيقة واحدة. طيب عنا بدنا نحكي عن هاي الحالة بشكل سريع. في عنا حالة نعملت لها زراعة محل في الفك العلوي, نعملوا زرعتين, بعد 4 أسابيع من عملية الزراعة أجانا المريض بهذا الشكل, أجانا شفنا إنه بادي يفتح على الزرعات. في هاي الحالة إحنا شو لازم نسوي؟ في هاي الحالة إحنا مباشرة مجرد ما نشوف انه احنا في عنا الزرعات بدأت تكشف لازم نعمل immediately نحط الهيلينج كاب. والسبب ليش لازم احنا نحط الهيلينج كاب, لانه احنا لما نحط الهيلينج كاب احنا بنحمي او بنقلل كمية ذوبان العظم او البون ريزوربشن الممكن يصير حوالين هاي الزرعات. دراسات بتحكي انه احنا مجرد ما يكشف حوالين الزرعة, لو كان كشف جزئي أو كشف كامل, اللثة مجرد ما كشفت حوالين الزرعة إحنا لازم نحط الهيلينج كاب. هل في خطورة في وضع الهيلينج كاب في هاي المرحلة؟ طبعاً في عنا إحنا فك الكفر سكرو. وضع الهيلينج كاب إذا كان في الأيام أو في الأسابيع الأولانية, نعرف إنه الستابيليتي تبعت الإمبلانت بتكون ضعيفة, وممكن أثناء هاي الحركة إنه إحنا نحرك الزرعة ونؤدي إلى أنه نخسر الزرعة بسبب هذا الإشي. بس بالرغم من هيك المحاولة هي مجدية, وإذا كنا حذرين بالعادة ما بتطلع الزرعة. إذا كانت ضعيفة كتير طبعا ممكن تطلع, أو إذا كانت هي أصلا فاشلة ممكن تطلع, بس بالعادة الزرعة ما راح تطلع معك إذا كنت أنت حذر. طبعا في فك الكفر سكرو بنكون حذرين, في شد الهيلينج كاب إحنا برضو بنكون حذرين. هل هذا الإشي مقبول؟ هذا الإشي مقبول, وبالعكس ينصح إنه نعمل نحط الهيلينج كاب كمان مرة وانس إنه شفنا الكفر سكرو, بالرغم من المخاطر اللي إحنا ذكرناها. فالسؤال عند أي مرحلة هو مسموح؟ هو مسموح مجرد ما أنت تشوف الهيلينج الكفر سكرو مسموح إنه تعمل هذا الإشي وتبدأ فيه. بناء على دراسات احنا بنعرف انه الهيلينج كاب في اي مرحله انحطت, حتى لو انحطت في نفس اليوم اللي انعملت فيه الزرعه او انحطت في مرحله متاخره بعد الاوسيو انتجريشن, بالعاده احنا بنحطها في الحالتين ما في خوف على الزرعه, ونسبه نجاح الزرعه ونسبه النجاح او الحفاظ على المارجنال بون او العظم حوالين الزرعه بيكون هو نفسه إذا إحنا كنا مراعيين كل ظروف نجاح الزرعة. طيب تعريف شو هو الستيج 2 implant surgery. 2 staged implant surgery إحنا الطريقة التقليدية أو الطريقة الكلاسيك إنه إحنا نعمل الزراعة على مرحلتين جراحيتين. المرحلة الأولى اللي إحنا بنحط الزرعة جوا العظم وبنسكر عليها اللثة تسكير كامل, نستنى فترة إنه يصير الأوسيو انتجريشن كامل للزرعة, بحيث انه احنا وقتها بنعرف انه الزرعة جاهزة انها تحمل الوزن. بعدين نعمل العملية الثانية اللي هي احنا بنكشف على الزرعة وبنحط الهيلينج كاب, وبعد ما نحط الهيلينج كاب نستنى عادة فترة هيلينج بمعدل 10 أيام لأسبوعين, نستنى انه يصير في عنا التئام للجرح حوالين الهيلينج كاب, وبعد هيك نبدأ خطوات اللي هو التركيبات اللي هو
فك الهيلينج كاب، اخذ قياس وتركيب وكل هاي الامور. احنا بنستنى عاده بين الستيج 1 والستيج 2 سيرجري ما يقارب الثلاث شهور. ثلاث شهور اللي هي فتره اللي هو الاوسيو انتجريشن، انه يكتمل ويصير له نضوج حوالين العظم، لانه احنا بنعرف اللثه نفسها بتكون لحمت قبل بكتير وبتكون صار لها نضوج خلال اول او ثاني شهر بعد عمليه الستيج 1، بيصير لها بين شهر لشهرين بيصير نضوج للثه. فاحنا ما بنستنى فقط نضوج اللثه، احنا بنستنى نضوج العظم حوالين الزرعه عشان تقدر تحمل الوزن. في تكنيكس، هاي التكنيك زي ما حكينا اللي هي التقليديه او الكلاسيك تكنيك. في بعد هيك مع الابحاث ومع تجارب مع كذا صارت تظهر انه بروتوكولات انه بتحكي انه بينفع انا احط الهيلينج كاب من اول يوم، يعني بينفع انا اعمل 1 ستيج امبلانت سيرجري ما اعمل 2 ستيج امبلانت سيرجري من اول يوم، بمعنى اعمل الشكل اللي هو موجود تحت، احط الزرعه واحط الهيلينج كاب مباشره بيضل الهيلينج كاب مكشوف في تم المريض. ومنه كمان عملوا اللي هو الاميديت لودينج، كمان في عنا اميديت لودد او اميديت ريستوريتد امبلانت، انه بتنحط الزرعه بنحط اباتمنت بنحط عليها تمبرري كراون في نفس اليوم ما تنحط اللي هي الزرعه. هل هذا الاشي مقبول؟ هذا الاشي طبعا مقبول، واحنا صرنا نشوفه اليوم صار اشي شائع انه ينعمل الاميديت ريستوريشن على الزرعه، او كمان انه ينحط الهيلينج كاب بنفس يوم الزراعه. هذا مقبول وموجود. امتى احنا لازم نتفادى هذا الاشي؟ في حالات احنا مضطرين نتفادى، ممنوع نعمل او بنقدرش نعمل اللي هو one stage surgery، بمعنى انه نحط الهيلينج كاب في نفس اليوم. في حالة احنا كنا شاكين من وضع الزرعة، بمعنى احنا فيش عنا primary stability عالي، فخايفين انا احط الهيلينج كاب او احط الكراون والمريض يمضغ عليها او يحركها بلسانه او يحركها بالاثناء الاكل ويسبب عنا فشل الزرعة. حالات احنا منقدرش نعمل فيها one stage implant surgery لما يكون في عنا bone graft، لما نحط material نحط عظم وممبرين ونكون مغطينه، بيكون بدنا water tight closure، بيكون ممنوع ان تدخل البكتيريا على منطقة الجرافتنج اللي احنا عاملينها، فبدنا closure تماما complete closure، فبنعمل two stage implant surgery. طبعا احنا المحاضرة اليوم هي تركيزها على stage 2، على فرض انه احنا بدنا نعمل two staged implant surgery، غطينا الزرعة، بدنا نعمل بعد الأوسيو انتجريشن بعد الفترة الكافية. طبعا إذا كنا عاملين bone grafting ممكن نستنى فترة أطول، أو sinus lifting ممكن نستنى فترة 5 شهور أو 6 شهور لغاية ما يصير complete bone growth and maturation قبل ما نعمل stage 2 surgery. stage 2 surgery ببساطة إحنا عنا زرعة موجودة أصلا، موجودة في هاي المنطقة، بدنا نفتح عليها. فتحنا عليها في هاي الحالة فتحة صغيرة، طلعنا الكفر سكرو، حطينا محلها هيلينج أباتمنت. هيلينج أباتمنت استنينا ليصير في عنا هيلينج حواليها السوفت تيشو أو الميكوزا، بري إمبلانت ميكوزا صار لها هيلينج، بعدين نبدأ خطوات اللي احنا بنعملها عشان نعمل الريستوريشن والكراون بالنتيجة. التكنيكس اللي ممكن تستخدم، في عنا تكنيكس مختلفة. واحدة من التكنيكس اللي هو البانش، واللي هو زي ما احنا شايفينها الرسمة على الشمال، او ممكن نستخدم التكنيكس العادية باستخدام المشرط او البليد. البانش هو عبارة عن بليد معمول بشكل دائري تقريبا بحجم قطر الزرعة، احنا بنحطه من شكله بنحطه فوق الزرعة بحيث انه بنعمل ثقب في السوفت تيشو فوق الزرعة، بنقيم التيشوز الموجود فوق الزرعة، بصير في عنا اكسس للكفر سكرو بالمفتاح، بنفك الكفر سكرو وبنحط الهيلينج كاب. التكنيكس الثاني اللي باستخدام البليد، البانشز من التكنيك اللي قد تكون شائعه. هاي البليدز انا شخصيا ما بذكر استخدمتها بجوز مره او مرتين، ما بستخدمش هذا التكنيك، وراح نحكي عن اسبابه ليش بنحاول احنا نتفادى انه نستخدم تكنيك اللي هو البانش، اللي هو بنخسر بسببه جزء مهم من اللثة اللي هو بيكون مغطي فوق الزرعة. من الأشياء اللي بدنا نحكي عنها قبل ندخل في شو فوائد التكنيكس المختلفة، اللي هو البري إمبلانت ميكوزا، في عنا نوعين. في عنا البري إمبلانت ميكوزا النان كيراتينايد، زي ما احنا شايفين الزرعة الموجودة في هاي الحالة على اليمين الشاشة،
في عندنا هون نون كيراتينايزد ميوكوزا، والميوكوزا بتكون تتحرك، في عندنا هون كيراتينايزد ميوكوزا. الفيفربل احنا بنفضل قدر الامكان انه يكون في عندنا كيراتينايزد ميوكوزا بري امبلانت ميوكوزا حوالين الزرعه، هذا بسبب لنا مضاعفات اقل، بسبب لنا انه اللثه تكون اكثر مقاومه للالتهابات واقل مشاكل، وكمان بتكون مريحه اكثر للمريض، سواء بتكون مريحه اكثر للمريض من ناحيه شكل او من ناحيه استخدام او اثناء التنظيف. فالمريض بفضل الشكل اللي بيكون فيه كيراتينايز، ما بفضل المريض الشكل اللي بيكون فيه نان كيراتينايز ميكوزا. طيب لنيجي نطلع على هاي الحاله، في عنا ابر ريدج، في زرعتين اصلا محطوطين في هاي المنطقه، انفتح عليهم فلاب صغير بهذا الشكل. نلاحظ انه احنا هون حاولنا نتفادى موضوع انه نوصل للبابيلا بين الاسنان، مزبوط احنا في منطقه بوستيريور، بس احنا معنا مدى كافي انه احنا نعمل انسيجنز بعيده عن السن، تقريبا 2 ملم من كل جهه، فاحنا حافظنا على البابيلا، فتحنا فول ثيكنس فلاب واضح كبير، في عنا عظم هون مغطي فوق الزرعه، في عنا زرعه جزء صغير منها مغطى بعظم، في زرعه تانية هي كان انعملت الزرعات انعمل بون اوجمنتيشن في نفس الوقت، بنقدر نقيم العظم بسهوله اللي هو فوق الزرعه، ونحط الهيلينج كابس بهذا الشكل ونسكر الفلاب. لما سكرنا الفلاب لاحظوا احنا هون قديش في عنا كميه كيراتينايزد ميوكوزا حافظنا عليها بهذا الشكل. اوكي، فاحنا حافظنا على كيراتينايز ميوكوزا عن طريق انه احنا نعمل هذا التكنيك. لو احنا عملنا البانشز هون في عنا كميه وفيره من الكيراتينايز ميوكوزا، بحكيش انه هي كانت قليله في هاي الحاله، بس برضه في كل الاحوال احنا حافظنا عليها اكثر. الديس ادفانتج او المساوئ لتكنيك زي هذا مقارنه بالبانش، طبعا انه انت بدك تعمل جراحه اكبر، فيها تخيط، فيها قطب، وانه في عندك هاي المنطقه انتركت مكشوفة، يعني هون المنطقة بين الزرعتين في هاي الحالة في عنا عظم مكشوف وتركنا العظم مكشوف في هاي الحالة. هذا الاشي ما بخوفش، احنا بنحاول قدر الامكان انه نقرب اللثة، انه نسكر المنطقة قدر الامكان، بس راح تطلها اذا في زرعتين مجاورين لبعض قرابة بعض راح تطل المنطقة مكشوفة من العظم، وهذا الاشي ما بخوف انه نتركه سون خلال فترة قصيرة راح يتغطى بالسفتشو، راح تلحم السفتشو فوق هذا العظم بدون أي مضاعفات. طبعا ما نتركهاش منطقة كبيرة، يفضل إنه تكون مغطية قدر الإمكان، هذا إشي طبيعي ومفهوم. نيجي نطلع على حالة تانية، لور جو، في عنا هون زرعات موجودين بدنا نعمل عليهم إكسبوجر. لاحظوا كمية الكيراتينايز ميوكوزا قليلة جدا، أكثرها جاي على اللينجوال، على البكل تقريبا ما فيش كيراتينايز ميوكوزا بالأساس. لما إحنا أجينا عملنا هون الإنسيجن، فتحنا الإنسيجن فوق الزرعات، فتحنا الفلاب، كشفنا الزرعات عشان نحط الهيلينج كابس بهذا الشكل. لاحظوا إنه بعد ما صار هيلينج سكرنا طبعا الفلاب بسوتشرز بهذا الشكل، لاحظوا انه الكيراتينايز ميوكوزا كانت قليله كثير، كان قليل كثير الكيراتينايز ميوكوزا في هذا الوضع، وهذا الاشي احنا ما بنحب انه احنا نشوفه، احنا بنحب نشوف كميه كيراتينايزيشن كبيره، هذا بيكون بالنسبه لنا اشي افضل، وزي ما حكينا للمستقبل راح يكون افضل لراحة المريض ولمقاومة الالتهابات اللي ممكن تصير في اللثة في المنطقة. بحب أنبه إنه هون كمان عملنا بابيلا بريزرفيشن، يعني إحنا هون كمان ما وصلنا بالإنسجن للسن المجاور. أنا لما نوصل للسن المجاور ممكن نعملها، مش ممنوع إنه نعملها، بس إذا بقدر أتفاداها بفضل إنه أتفاداها. في الحال لو أنا وصلت الإنسجن للسن المجاور لما أفتح الفلاب وأسكره، إلا ما يصير في عندي شوية ريسيشن في هاي المنطقة، وإلا ما أخسر جزء ولو بسيط جدا من البابيلا الموجودة على ميزيال لهذا المولر، وهذا الإشي اللي في هذا التكنيك حاولنا إنه إحنا نتفاداه. فبابيلا بريزرفيشن بيصير كتير مهم في الأنتيرير تيث. لما إحنا نحكي على استاتيك زون، في عنا زرعة بهذا الشكل إحنا بدنا نفتح عليها، نعمل بابيلا بريزرفيشن، لاحظوا من الميزيال ومن الديستال حاولنا نحافظ على أكبر كم ممكن من البابيلا، حتى ممكن لغاية 3 ملم حفظنا من جهة الميزيال. نفتح فلاب صغير جدا لأنه إحنا الفلاب هون بس هدف منه أكسس، بس إنه نوصل للكفر سكرو، نفك الكفر سكرو ونحط الهيلينج كاب
مكانه. ولاحظوا انه هون الفلاب الصغير اللي انفتح انعمل عليه سوتشرز بحيث انه هاي المنطقة ما تكون انها بتتحرك، على اساس انه نثبتها ونعطيها هيلينج افضل واسرع. شوفوا بعد فك السوتشرز كانه احنا عاملين جرافت حتى في هذيك المنطقه، كانه احنا نافخين اللثه في هذيك المنطقه، وهذا بعطينا نتائج استاتيكلي كثير منيحه، بالاضافه لانه احنا عملنا بريزرفيشن للبابيلاز للاسنان اللي جنب الزرعه، بدون ما نخرب البابيلا، بدون ما نسبب اي ريسيشنز في الاسنان اللي جنب الزرعه. طيب نيجي نحكي على تكنيكس مختلفة. هاي التكنيك من ارتكل اللي هو الرول تكنيك، الصور هاي موجودة من في نفس الارتكل. اجي احكي لك انا بدي افتح، بدي اعمل اكسبوجر لامبلانت موجودة هون في مكان السن الرايح محل الكناين، فتح فلاب صغير، عمل بابيلا بريزرفيشن كأنه فلاب صغير فري كونزرفاتيف فلاب، بعدين عمل دي ابيثلايزيشن، عمل دي ابيثلايزيشن للميكوزا الموجوده فوق الامبلانت عشان يقدر يحطها بجانب الزرعه. هلا راح يكون في، راح اورجي حاله ثانيه، حاله مختلفه انه وين راح في هاي الجنجبة. احنا اذا كانت عندنا الزرعه موجوده بهذا الشكل والميكوزا كانت هيك، فلما فتح الفلاب وحط طبعا الهيلينج كاب فصار عندنا الفلاب بهذا الشكل، عمل دي ابيثلايزيشن للميكوزا الموجودة في هاي المنطقة وكأنه تناها، عملها زي ساندويش وبعدين حطها ملاصق للهيلينج كاب في هاي المنطقة. ففي هاي الحالة الجنجيفا اللي كانت فوق الزرعة كأنه رفعها تناها وصارت بجانب الهيلينج كاب اللي بده ينحط في المستقبل، فكأنه هو عمل lateral repositioning. رح نشوف حالات مختلفة من lateral repositioning، بس هاي الرول التكنيكي واحدة من هاي الحالات عشان يحافظ ولو على كمية بسيطة من الكيراتينايزد تيشو أو الكونكتيف تيشو على الأقل في هاي المنطقة، ويعمل bulging قدر الإمكان، ينفخ اللثة في هاي المنطقة عشان يعطيها better aesthetic appearance. هذا من الارتيكل بقول لك إنه هذا التكنيك كان سهل، كان ما مش صعب على المريض، ما كانش مؤلم، ما زادش فترة العلاج، وهو تكنيك is very simple and predictable. نيجي نطلع على الرول تكنيك. هاي حالة من عندي، الحالات اللي عليها اللوجو الشعار تبعي هي الحالات اللي من عندي، بس للتوضيح عشان اللي بده يكون عارف. معمورين زرعتين already، موجود محل lateral، محل lateral في زرعتين، بدي نعملهم اكسبوجر، نعمل رول تكنيك. لاحظوا هون نعمل انسجن برضو مع بابيلا بريزرفيشن، هون نعمل دي ابثلايزيشن لهاي المنطقة، نعمل دي ابثلايزيشن بس هاي اوريدي بندد، هاي قبل ما نتنيها، هاي بعد ما نتنيها، فنعمل زي ما حكينا دي ابثلايزيشن، بعدين نرفع الفلاب، بعدين ننتنى بهذا الشكل. ولاحظوا انه هون كنت عامل سوتشر، يعني نعمل سوتشر وكأنه خيطنا الفلاب من برا مع الكونكتيف تيشو اللي من جوا عشان نخيطهم مع بعض، كأنه خيطت هاي الجهة بهاي الجهة مع بعض عشان يصيروا وحدة واحدة، وتعاملت معه كله as one flap. طبعا أسهل بكتير إنك تعمل الدي ابثلايزيشن قبل ما تفتح الفلاب، يعني قبل ما ترفع الفلاب، لأنه بعد ما ترفع الفلاب بيصير الموضوع الدي ابثلايزيشن كتير صعب، لأنه الفلاب بيكون بتحرك وبيكون بصعوبة تقدر تعمل هذا الدي ابثلايزيشن، فأسهل إنك تعمله قبل ما ترفع الفلاب. طبعا ممكن زي الارتكل قبل شوي شفناها، ممكن ينعمل في بير، ممكن عن طريق بير تعمل هذا التقشير، او ممكن انا شخصيا بفضل اعمله ببليد، بعمل سلايسنج ببليد، بقيم طبقة الابيثيليوم قبل ما ارفع الفول ثيكنس فلاب او البارشل ثيكنس فلاب في هاي الحالة، وعمل له بندينج اخيطه، بعدين احط الكفر سكرو واخيط حوله. الكفر سكرو في هاي سوري الهيلينج كاب في هاي الحاله نعمله كانوا صار واطيين عشان كان يستعمل المريض دنشر في هاي المنطقه، وكان صعب انه احنا نقلل من الدنشر، فبتشوفوا حتى كيف انه الميكوزا الكيراتينايز ميكوزا كانها بتغطي الهيلينج كاب في هاي الحاله، كانها من البكل بتغطي الهيلينج كاب. هذا إشي منيح، إشي كويس إنه أنا ببين عندي إنه في بلجينج في المنطقة، وبطمني إنه لقدام راح يكون في عندي كمية سوفت تيشو سميكة في هذيك المنطقة، مش راح يصير شادوينج، الإشي اللي راح نشوف حاله كمان شوي، الإشي اللي إحنا ما بنحب إنه إحنا نشوفه في الاستاتيك زون، لما يكون في عنا السوفت تيشو ثين ويصير في عنا شادوينج للزرعة ويصير
metal appearance بنشوفه في الزراعات. كمان مثال لرول تكنيك، برضو مريض عندي عملت له lateral incisor، كانت محطوطة الزرعة يوم الإكسبوجر، فكرنا إنه إحنا نعمل رول تكنيك في هاي المنطقة. طبعا إذا بنطلع على الصورة بنشوف إحنا عندنا كمية كيراتينايزد ميوكوزا كبيرة جدا، يعني حتى لو عملنا بانش إحنا ما في خوف، يعني كمية كيراتينايزيشن عالية، وإحنا مش محتاجين أصلا مور كيراتينايزد جنجيفا في هاي الحالة. بس لاحظوا شو الفائدة اللي كسبناها من الرول تكنيك اللي انعمل في هاي الحالة. إذا بتقارن منيح بعد الهيلينج، بعد الإكسبوجر وبعد الهيلينج ما قبل، بنشوف إنه إحنا كان في عنا ديبريشن هون في هاي المنطقة. فالديبريشن اللي هون لاحظوا كيف صار في عنا بلجينج، فإحنا كأنه عملنا ريدج مورفولوجي موديفيكيشن للريدج مورفولوجي، مش بس كسبنا كيراتينايز جينجيفا لأنه كيراتينايز ميكوزا لأنه عنا كيراتينايز ميكوزا، بس كمان عملنا بلجينج عن طريق الرول تكنيك وصار دافع لبرا بدل ما هو الديبريشن موجود لجوا. وهذا كمان مرة حكينا هذا في استاتيك زون مرات بيكون إشي فيري كريتيكال وإشي مهم جدا للاستاتيكس للمريض. ارتكل تانية بدي اعرضها امثله موديفيكيشنز، ناس بيعملوا موديفيكيشنز كيف انهم يحافظوا على اكبر كميه ممكنه من الكيراتينايز جينجيفا الموجوده في هاي المنطقه ويستغلوها باكثر وضع ممكن. ارتكل مقترحه انا حطيتها بس للمثال، هي انا شايفها انه هي معقده وهي صعب تطبيقها. عمل كروس بهذا الشكل، كروس، وعملها كأنه على ورقة عشان يمثل كيف كأنه عمل بندينج لكل زاوية من هذا الكروس، رفعهم وخيطهم حوالين الإمبلانت حوالين الأباتمنت على أساس كأنهم يرفعوا حوالين الأسنان ويعملوا كأنه يحاول أنه يبني بابيلا حوالين الأسنان. كمان مرة هذا المثال بس عشان نورجي كيف في variations، كيف في مقترحات مختلفة عند ناس، مع أنه هذا الإشي التكنيك مش راح أنا أجرب أعمله أو أنصحكم تعملوه لأنه واضح أنه هو معقد كتير وصعب أنه تعمل كل هاي الانسيجنز في مكان صغير زي هيك. طيب نيجي نطلع على إشي بيصير معنا كتير مرات لما إحنا نعمل زراعة عظم في aesthetic zone. كان عندي missing two centrals وفي two centrals بدهم خلع، انخلعوا انعمل زرعتين على اللاترال وعلى اللاترال انعمل زراعة عظم. عشان نعمل زراعة عظم نحط بون نحط ممبرين نعمل apically advanced flap، احنا بنعمل advancement للفلاب coronally advanced flap، نسحب الفلاب عشان يغطي الممبرين والعظم، اشي طبيعي بدنا primary closure في هاي المنطقة، ما بيصير الفلاب يكون مفتوح. صار في عنا هيلينج ممتاز وبنى عنا العظم وحطينا والزرعات وضعهم ممتاز، بس كل هذا على حساب ايش؟ على حساب انه احنا الكيراتينايزد ميكوزا نزلناها لتحت. فشو بنقدر نسوي عشان احنا نحاول انه نستفيد من هاي الكيراتينايزد ميكوزا؟ بدل ما انا اعمل بانش في هاي المنطقة اعمل بانش في هاي المنطقة، وطبعا بطبيعة الحال الجنجيفا الميكوزا اللي طلعت في الحال بدي أرميها، بقدر أستفيد منها أو بقدر أعمل تكنيك مختلف إنه أستفيد منها. اللي نعمل زي ما أنتم شايفين هون، نعمل incision بهذا الشكل vertical incision صغير vertical incision صغير، ونعمل هون partial thickness، بمعنى اللي إحنا شايفينه هون هذا مش العظم، هذا اللي إحنا شايفينه جزء من الكونكتيف تيشو. نعمل سلايسينج كأنه من جهة البلت اللي بدي أتخيلها من جهة البلت كأنه دخلت وعملت سلايسينج للميكوز بحيث إنه أخلي جزء من الكونكتيف تيشو على العظم وأخلي جزء من الكونكتيف تيشو يطلع معي مع الفلاب في هالمنطقة. نحط الهيلينج كابس، حط الهيلينج كابس بهذا الشكل، بعدين نعمل سوتشرينج. لما نعمل سوتشرينج نعمل إشي اسمه أبيكالي ريبوزيشنينج، يعني إحنا أول مرة في البون جرافتينج مضطرين إنه نعمل كورونالي ريبوزيشنينج أوف ذا فلاب أو كورونال أدفانسمنت، هون بدنا نعمل أبيكال ريبوزيشنينج، بدنا نرجع الفلاب مور أبيكال يصير بهذا الشكل. لاحظوا إنه هون إذا طلعنا على النتيجة بعد ما خيطنا، هون حكينا قبل إنه ممكن نكشف عنا عظم، ممكن نضل في عنا عظم مكشوف، هون ما كانش في عظم مكشوف، كان مكشوف اللي هو كونكتيف تيشو في هاي الحالة، فإحنا حتى ما كشفناش العظم عشان نحافظ على أكبر كمية عظم ما يصيرش في عنا بون لوس في هاي المنطقة. ففي عنا هون كونكتيف تيشو اللي هو بالأساس اللي هو مكانه من البارشل تيكنس فلاب ضل مكانه موجود،
والتيشوز اللي كانت موجودة فوق الذراع عملياً صارت بكل، فإحنا سحبناها سحب التيشوز. عملياً التيشوز إذا نطلع على السهم الأخضر الموجود هون، التيشو اللي عند رأس السهم كانت عند آخر السهم، هي نفسها، إحنا ما خسرنا أي تيشوز، بس سحبناها سحب باتجاه البكل. نفس الإشي هون سحبناها باتجاه البكل. في طبيعة الأحوال في الوسط بده ينسحب إلى حد ما، إلا ما ينسحب. فاللي مكشوف هون هو عبارة عن connective tissue مكشوف مع sutures. ثبت الفلاب بشكل كويس، راح يصير في عنا healing سريع، وراح نضمن إنه كأنه إحنا عملنا زراعة لثة في نفس الوقت. يعني إحنا عملنا exposure وعملنا زراعة لثة laterally أو apically repositioning of the keratinized mucosa في نفس الوقت، وفرنا حافظنا على أكبر كمية من الكيراتينايز ميكوزا بهذا التكنيك البسيط. طيب نيجي نتطلع على حالة مختلفة. حالة مختلفة هون إحنا في عنا زراعات موجودين أصلاً قبل ما نعمل إكسبوجر، فيش عنا كيراتينايز جنجبا، فيش عنا أي مصدر للكيراتينايز جنجبا حتى لو عملنا أبيكالي ريبوزيشنينج. انفتح إنسيجن زي هيك بهذا الشكل، انكشفوا الزراعات، نحط الهيلينج كاب، هون سحبنا الفلاب، سحبناه فلاب بطريقة اللي هو partial thickness flap. نعمل partial thickness flap بمعنى انه هون ضل في عنا connective tissue. هذا الاشي نعمل عن قصد لانه احنا بدنا نعمل soft tissue augmentation. اخذنا من سقف الحل، اخذنا soft tissue graft من سقف الحل من البلت للمريض بهذا الشكل، اخذنا هذا الجرافت ونحط تحت هذا الفلاب بهاي المنطقة ونعمل له suturing. لاحظوا خلال فترة قصيرة لسه قبل ما نفك القطب كيف عنا بدأ يبين فيه عنا keratinization للميوكوزا. ونتذكر قبل الحالة قبل ما كان فيه عنا أصلا أي keratinized mucosa، كان يدوب هون بعيد كان فيه keratinized mucosa، بس في هاي المنطقة منطقة الزراعات ما كان فيه keratinized mucosa. فإحنا أثناء عملية الإكسبوجر عملنا grafting لsoft tissue graft ونتج عنا كمية keratinized mucosa بشكل كتير كبير بشكل ممتاز في هاي الحالة. soft tissue graft في ناس بتخوف منها. soft tissue graft موضوعها مش معقد. إذا أنت طبيب أسنان عندك المهارة الكافية إنك أنت تعمل زراعات وتعمل خلينا نحكي زراعة عظم، تعمل sinus lifting، فأنت لازم يكون عندك المهارة الكافية إنك تعمل soft tissue augmentation. موضوع soft tissue augmentation مش موضوع صعب، موضوع أكيد بده ممارسة، بده تعلم. مش موضوع صعب، موضوع predictable وموضوع سهل وموضوع مش مكلف. المشكلة الوحيدة في soft tissue graft ليش في دكاترة بخافوا انهم يعملوها، لانها بدها دقة. لو عندك المهارة وبتعرف كيف، ما بنفع انه تكون دفش مع soft tissue graft، رح تفشل اذا كنت، او غالبا رح تفشل اذا كنت دفش مع soft tissue graft. soft tissue graft سهلة بسيطة، بس كل مرة بتعملها لازم تكون انت دقيق جدا في الطريقة اللي بتاخد فيها الجرافت، في الطريقة اللي بتثبت فيها الجرافت عشان يقدر يوصلها النيتريشن الكافي، يوصلها البلد سبلاي الكافي وتثبت في هالمنطقة وتنجح. هاي هي صعوبتها. بس أنا كمان مرة دائما بحكي للدكاترة، إذا أنت عندك مهارات زراعة العظم، تعرف تعمل ساينس ليفت، تعرف تعمل ممبرين، تعرف تحط بون وممبرين وتفر، تعرف تعمل بلوك جرافت، مش لازم يكون عائق قدامك إنك تستعمل السوفت تيشو. لازم تقدر تكون تعمل السوفت تيشو وجرافت، تقدر تتعلمها والموضوع مش كتير معقد. حالة تانية في عنا ادنشل السايت لور ماندبل، نطلع على ادنشل السايت، وهذا السايت بده ينعمل فيه امبلانت. بس هذا السايت احنا شايفين لسه، وكمان مش بس بده ينعمل امبلانت، بده ينعمل كمان بون جرافت. انا حسب الصورة السي تي اللي انا مش حاططها هون، بده ينعمل بون جرافت لانه حتى العظم عنا قليل. طيب اذا انا ما عنديش soft tissue، ما عنديش keratinized gingiva اصلا في هاي المنطقه، بقدر اخذ من البلات اللي نعمل هون، تاخذ من البلات فري gingival graft زي ما احنا شايفين هون وتثبت في هاي المنطقه. لسه احنا ما عملنا الامبلانت، ما حطينا الامبلانت، ما عملنا البون جرافت، حطينا الفري gingival graft في هاي المنطقه وشوفوا الهيلينج خلال فتره شهرين. صار في عندنا كميه، قارن هاي الصوره اللي تحت على اليمين مع الصوره تحت على الشمال، صار عندنا كميه keratinized ميكوزا كبيرة جدا. هلأ بقدر أعمل الإمبلانت، بقدر أعمل بون جرافت وتفر، حتى لو عملت شوية كورونالي ريبوزيشنينج، حتى لو خسرت جزء من الكيراتينايز ميكوزا أثناء العمليات، راح يضل في عندي كمية وفيرة وراح تكون كافية
بعد ما أخلص الزرعة وبعد ما ينعمل التركيب على هاي الزرعة. كمان مرة تكنيك، أول إشي مش مكلف من ناحية مواد، أنت ما بتستعمل مواد، مكلف من ناحية وقت أكيد، لأنه هذا التكنيك بده ياخذ منك وقت. المرضى بحبوهاش لأنه من سقف الحل، بس مش إشي كتير بخوف، مش أكثر من وجع اللي بصير مع المريض من خلع سن أو طاحونة. يعني خلع طاحونة عائلة أنا برأيي كثير أكثر أصعب من الألم اللي ممكن يسببه السوفت تيشو جرافتنج لما ناخده من سقف الحلق. طبعا في طرق كمان إنه بنخيط فوقيه، في ناس بتحط دنتشرز بتغطيه، بتحط مواد على أساس إنه تقلل البين. الموضوع مش كثير معقد للمريض، وكثير بيرجع بفائدة للمدى البعيد. يعني هاي الحالات كلها للمدى البعيد، على المدى القصير ممكن ما نحسش فيها، بس على المدى البعيد بتكون منيحة. احنا بدنا نحاول نتفادى هذا الاشي. طلع هاي المريضة زرع لاترال انسايزر، بعد ما زرعت اللاترال انسايزر الزرعة ناجحة في مكانها وفانكشنال، فيش عندنا اي مشكلة، بس استاتيكلي في مشكلة، لانه احنا عندنا الزرعة هون في عندنا ثن، ما في عندنا هون كيراتينايز جنجيفا، كيراتينايز ميكوزا، في عندنا ما عندنا كيراتينايز، عندنا كله نون كيراتينايز ميكوزا. والأسوأ من هيك اللي صار عندنا انه الزرعه نفسها بكى اللي كشفت. هلا راح نشوف اثناء العمليه كيف يعني الزرعه كشفت. المهم المريضه شكوتها انه هي شايفه اللون المتل، ما بدها تشوف لون المتل، مزعجها لون المتل، كل ما تضحك بتشوف لون معدن في هاي المنطقه. هون بعد ما فكينا الكراون عشان نعمل ايفالويشن، لاحظوا كيف الديبريشن كمان، حتى لو هاي المنطقه ما كانش الشادو من الامبلانت نفسه، مرات بتكون لانه في ديبريشن بيكون عامل منطقه معتمه. مرات بكونش في عندك امبلانت او اي شيء، بس تكون منطقه معتمه فبتعطي لون على سواد. فقررنا نعملها سوفت تيشو اوجمنتيشن، انفتح فلاب، شايفين احنا الزرعه نفسها، الزرعة نفسها مكشوفة، المثل نفسه مكشوف. ممكن حدا يسألني يقول لي أنا بدي أعمل بون جرافتنج في هاي المنطقة، بنفع، مش خطأ إنك تعمل بون جرافتنج في هاي المنطقة، بس أسهل إنك تعمل سوفت تيشو أوجمنتيشن في هاي المنطقة، تاخذ كونكتيف تيشو جرافت من البلات، أسهل، تكنيك أسهل، نتائج أضمن برأيي من إنك تعمل بون جرافتنج. بنحط الكونكتيف تيشو تاخذ من سقف الحلق، بنحط على منطقة الديفكت، بنحط على الزرعة مباشرة. طبعا هون بعد ما نظفنا الزرعة احتمال يكون كونتامينيشن او اشي، نظفناها، ثبتنا الكونكتيف تيشو جرافت، وبنشوف النتيجة بعد ما صار في عنا هيلينج. طبعا هذا الكراون لسه طبعا موجود، شايفين احنا المعدن تحته، لان هذا الكراون تمبرري، هو مش تمبرري، هو الكراون القديم بس احنا قصيناه عشان نعطي الهيلينج مناسب. فانت شايف هون السواد بسبب المتل تبع الكراون القديم قبل ما يتبدل بزيركونيوم كراون، انه عمل شيء مور استاتيك. بس لاحظوا هاي المنطقه اللي احنا هون مش شايفين فيها السواد، هاي كانت لفوق فوق كان كله هذا احنا شايفينه سواد شادوينج للامبلانت، هون تقريبا اختفى، تقريبا راح بشكل تام. طيب نرجع لموضوع ستيج 1 سيرجري. ستيج 1 سيرجري عندنا لور ماندبل، انفتح فلاب بهذا الشكل، اوكي، انفتح فلاب فول ثيكنس، نحطوا الزرعتين وتسكر عليه بهذا الشكل، تسكر الفلاب نهائيا، برايمري كلوجر، على اساس بعد فتره الهيلينج نعمل سكندري كلوجر. دائما انا بيسالوني دائما بفضل انه نعمل نستخدم السوتشرز اللي هي نايلون، هون 50 نايلون سوتشرز، دائما هو السوتشر المفضل عندي 50. احيانا في المناطق الاماميه بستخدم كمان 60. في الزراعة ببعد كتير عن السلك سوتشر، ولاحظوا هون هاي السوتشر الموجودة هون، هاي الهوريزونتال ماترس موجود، في عنا واحدة هوريزونتال ماترس، اثنين هوريزونتال ماترس، عشان أضمن كومبليت كلوجر اوف ذا فلاب. أنا ما بدي الفلاب يفتح في هاي خلال فترة الهيلينج. بنراقب المريض، بعد أسبوع فكينا القطب، بعد أسبوعين الصورة في الوسط، بعد 4 أسابيع شايفين إنه الهيلينج ماشي بشكل ممتاز ودائم. أجى على الست أسابيع لاحظنا إنه كأنه بادي في perforation، في عنا هون في perforation، الزرعة البوستيريور بدأت تبين. ومن هون نحكي أهمية ليش إحنا لازم نضلنا مريض الزراعة
خاصة لما نعمل له تكنيك زي هذا الشكل، نعمل تو ستيج امبلانت سيرجري، بغض النظر شو السبب اللي اخترنا انه نعمل تو ستيج امبلانت سيرجري، لازم نضلنا نشوفه بمعدل كل اسبوع لاسبوعين، لانه بتتفاجأ الفترة، ممكن هذا الاشي يصير عندك بعد اسبوع، ممكن يصير بعد اسبوعين، ممكن ثلاثة. شوفوا هاي الحالة، خلال 4 اسابيع ما صارش اشي، بس على الاسبوع السادس رجعت كشفت. هذا المريض لو انا حكي له روح وترجع ليش الا فكيت القطب بعد اسبوع، قلت له ارجع لي بعد 3 اشهر، لانه بعد 3 اشهر لسه بدي اكشف لك، من هون ل3 اشهر بديش اعمل اشي، هذا البرفوريشن راح يكبر. واحنا بنعرف ان البرفوريشن حتى لو كان صغير ولو كان كبير، كل برفوريشن بنترك بيؤدي ل مور مارجنال بون لوس. ذا سونر اللي احنا بنكتشفه، ذا سونر لازم نستبدله بهيلينج كاب، ونقلل كل ما بدلت البرفوريشن بهيلينج كاب فترة أقرب، كل ما بتقلل كمية البون لوس الممكن يصير حوالين هاي الزرعة. لاحظوا البرفوريشن وين جاي؟ احنا فيش عندنا هون كيراتينايزد ميكوزا، يعني أنا لو بدي أعمل البانش تكنيك، أو لو بدي أعملها على السريع بس أفتح اللثة فوق الزرعة وأحط هيلينج كاب، صفى، فيش عندي أي كيراتينايزد ميكوزا. أنا بحكي على الزرعة الورانية، في كمان زرعة قدام وضعها ممتاز فيش فيها إشي. فهون اخترنا انه نعمل apically repositioning زي الحالة اللي عملناها قبل. هون عملنا full thickness، ما كانش partial thickness flap، عملنا full thickness incision، عملنا papilla preservation، ما وصلناش الأسنان المجاورة، فيش داعي أوصل الأسنان المجاورة، vertical incision horizontal incision على مستوى تقريبا lingual، بحاول أوصل lingual margin للimplant، vertical incision تاني، نستبدل الكفر سكروز بهيلينج اباتمنت زي ما احنا شايفين هون، حطينا الهيلينج اباتمنت، عملنا ابيكالي ريبوزيشننج للفلاب نفسه، خيطنا هون لانه في عندنا مسافه كافيه، تقريبا صار عندنا كومبليت كلوجر للفلاب بين الزرعتين، لانه كان في مدى كبير فسمح للفلابس انه نقدر نعملهم ابروكسيميشن جنب بعض. 2 weeks بعد اسبوعين لما فكينا القطب، شوفوا الكيراتينايزد ميوكوزا بري امبلانت كيراتينايزد ميوكوزا وين صارت. احنا اذا تذكروا لو البرفوريشن كانت على طرف النون كيراتينايزد، يعني لو عملنا بانش كان مباشره احنا كنا في النون كيراتينايزد، كان خسرنا الكيراتينايزيشن. التكنيك البسيط اللي احنا عملناها، سحبنا اللثه مور ابيكالي، حافظنا على انه ما يكون في عندنا لوس للكيراتينايزيشن، ما يكون في عنا نون كيراتينايزد ميكوزا مجاورة للإمبلانت في هاي الحالة. وبعد الهيلينج بنشوف كيف النتيجة صفت إنه في عنا كيراتينايزد ميكوزا بكى للإمبلانت. كمان الإمبلانت الثانية طبعا كشفنا الإمبلانت الثانية معاها في نفس اليوم، حكينا زي ما هو على الـ 6 weeks. في بروتوكولز أصلا اليوم تحكي أصلا إشي عادي إنه بيكشفوا الزرعات بعد شهر ونص أو بعد شهرين، أو حتى بيبدوا يعملوا اللودينج بعد شهرين، يعني خلص بقول لك أنت عملت زراعة كان في good primary stability، ما حطيتش زراعة عظم، فيش داعي تستنى حتى 3 أشهر، على الشهر ونص تقدر تكشف، أو على الشهرين تقدر تبدأ تعمل لودينج وتركب على الزرعة. بالعادة أنا بفضل في معظم هاي التكنيكس، إذا بتلاحظوا إنه بنستعمل healing caps narrow healing caps، نحاولش نستعمل healing cap العريضة. عادة دائماً بسمع هاي ال comment feedback من البروستودونتست، بيقولوا لي يعني لو تحط شوي healing cap أعرض عشان أنا لما أخذ القياس بيكون أريح إلي لما أخذ القياس. إحنا في هذه التكنيكس ما بنفضل إنه نستعمل thick أو wide healing cap، بنفضل النارو. احيانا لما بدي اعمل إشي زي هيك وبدي بعد هيك انه يكون في عندي ثيك عشان البروستودونتست يعرف ياخذ قياس، بشتغل التكنيك بهاي الطريقه، بحط نارو هيلينج كاب في يوم السيرجري ستيج 2 سيرجري، وبعد فتره قبل ما ابعت المريض للبروستودونتست بفك الهيلينج كاب النارو وبحط واحده عريضه وببعته للبروستودونتست، هيك البروستودونتست بيكون هو ارتاح في اخذ الميجرمنتس. وفي نفس الوقت انا ما حطيت من اول يوم وايد هيلينج كاب او هيلينج اباتمنت،
وقدرت اللي ممكن يضاعف نتائج العملية تبعتي، لأنه راح يعمل ضغط أكثر على المنطقة، المساحة اللي أنا بدي أزرع فيها أو بدي أعمل أزيد فيها الكيراتينايزد ميوكوزا. فبستفيد إنه صار هيلينج، بعدين بعرض الهيلينج كاب بعد ما يصير في عندي هيلينج في هاي المنطقة. السؤال إنه نرجع نحط الهيلينج كاب من أول يوم؟ ما في مشكلة إنه ترجع تحط الهيلينج كاب من أول يوم. أنا كتير مرات بعملها في الزراعات لما يكون في عندي جود برايمر ستابيليتي زرعة، أكيد أنا مش زرعها مع زراعة عظم مش عامل فيها بون أوجمنتيشن، بعرف إنه في هذيك المنطقة فيش دنشر، المريض مش قاعد بيستعمل دنشر بحيث إنه راح يضغط على الهيلينج أباتمنت، بحط الهيلينج أباتمنت في نفس اليوم مع الزرعة بدون اي خوف، بس بوصي المريض انه ما ياكل اشياء يابسه على هذيك المنطقه. مش متاكد من المريض من التصرفات تبعه او في عنده دنشر، لا بروح للتو ستيج بكون اضمن الي. بس اذا بدي اعمل تو ستيج، لاحظوا انا حكيت لكم انه بفضل اعملها تو ستيج في عيادتي، بفضل اعملها تو ستيج لانه انا في عيادتي المريض بقدر اضلني اجيبه كل اسبوع او كل اسبوعين. بس في عيادات انا مثلا بحكي عن حالي انه بروح عليها كل فترات، فترات متباعده بعمل فيها الامبلانت. فهاي العيادات اللي انا ما بروح عليها بشكل دوري، بفضل انه اعمل قدر الامكان اذا امكن بحط الهيلينج كاب في نفس اليوم عشان اقلل احتماليه انه صار اكسبوجر وانا ما شفتش المريض او ما قدرتش اجي للمريض واعمل له الهيلينج كاب، وبالتالي هو بيخسر كميه عظم اكبر حوالين الزرعة في هاي الحالة. طبعا instructions للعملية بقدر حجمها، exposure زي هذا ما بحتاج انه تعطي antibiotic مثلا، pain killer ممكن تعطيه اكمول او ممكن ما تعطيهوش، يعني مش راح يكون اشي مؤلم للمريض. بس النقطة المهمة اللي احنا نعمل suturing، نخيط هاي المنطقة لما يكون في عنا فلاب كتير صغير زي هاي الحالة ولا لا. سؤال، نخيط ولا ما نخيطش؟ بيعتمد على الحالة. إذا أنت شايف إنه المنطقة اللي أنت رفعتها تتحرك موبايل، طبعا هون إحنا ما عملنا رول تكنيك، إحنا بس رفعنا زي أكنه انسجن كتير صغير، رفعناه صار زي أكنه بجانب الهيلينج كاب، صار بجانبها زي أكنه رفع عليه. إذا شايف إنه هاي المنطقة قاعدة بتتحرك، لا اعمل سوتشر واحد وحاول تثبتها، ما تخليهاش تتحرك عشان يصير لها هيلينج. اذا شفتها هي اصلا مش قاعده بتتحرك ثابته لانها هي اصلا صغيره، فيش داعي انك تعمل سوتشرنج. طبعا عشان ما يصيرش نزيف نحكي للمريض انه ما يشربش شيء سخن. بس دائما بعطي هدول المرضى كلوركسيدين. كلوركسيدين بقلل الانفلاميشن لانه بدي اطلب من المريض انه ما يفرش عليها هاي المنطقه سواء في سوتشر او ما في سوتشرز لمده اسبوع، فبطلب منه انه يتمضمض بكلوركسيدين مرتين في اليوم. طبعا اول يوم لا، بدايه من ثاني يوم يتمضمض مرتين في اليوم او ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع لغايه ما يصير في عنا هيلينج. بعد هيك بعد ما نعمل اكسبوجر بين 10 ايام لاسبوعين بيكون جاهز انه هو يعمل القياسات على اساس انه يعمل التركيب. زي ما حكينا المحاضرة خفيفة ولطيفة في رمضان، صعب إنه نحكي محاضرات طويلة وتقعد وقت طويل. هاي صارت 11 إلا ربع، 45 دقيقة. الكونكلوجنز من هاي المحاضرة إنه نعمل نخطط كتير منيح، نعمل البون جرافتنج للزراعة، نعمل البون جرافتنج والكراتينازد ميكوزا إذا شايفين المشكلة إنه راح يكون في عنا نقص في العظم، او شايفين انه راح يكون في عندنا نقص في الكيراتينايز ميكوزا، نقدر نعمله قبل ما نبدا عمليه الزراعه. هذا راح يعطينا نتائج كثير اضمن. ولو كان في عندي، لو عملت زراعه لكيراتينايز ميكوزا وبعد الزراعه لقيت انه في عندي نقص شيء بسيط، برضه في السكند ستيج بقدر اعمل جرافتنج زي ما حكينا، سواء من نفس السايت رول تكنيك او ابيكالي ريبوزيشننج او اني اخذ سوفت تيشو جرافت. نحاول نعمل بريزرفيشن للكراتينايز ميكوزا قد ما نقدر. لهذا السبب انا حكيت في البدايه انه انا ما بستعمل البانش، لانه بستعمل البانش انا بعتبر حالي انه انا بقيم جزء من التيشوز اللي هو بالعاده بيكون كراتينايز ميكوزا وقاعد بتخلص منه. لا، هذا الكراتينايز ميكوزا استفيد منه، اسحبه لجهه البكل، عاده بيكون عندي نقص في البكل سواء من ناحيه استاتيك او من ناحيه انه يزيد الكراتينايز ميكوزا، دائما بيكون افضل. دائما نستخدم كونزرفاتيف تكنيكس قدر الامكان، نحاول نحافظ على البابيلاز للادجيسنت تيث حتى لو ما كناش نشتغل
في استاتيك زون، حتى في البوستيرر اذا انا ما في داعي انه انا اقص البابيلا، ما اقص البابيلا، ما اعمل فيها اي نقص. والنصيحة الأخيرة نستعمل سوفت تيشو جرافت. نتشجع موضوع السوفت تيشو جرافت، مش صعب. نتجرأ فيه، اللي ما بيستخدم سوفت تيشو جرافت يستخدمها، يجرب السوفت تيشو جرافت يشوف قديش هي فائدتها منيحة، قديش ممكن تغير من الاستاتيكس أو من النتائج اللي أنت بتشوفها مع مريضك الزراعة. وشكرا لكم للحضور، يعطيكم العافية. بعرفش هون إذا ببين عندي على الأسئلة. إحنا هيك خلصنا المحاضرة، إذا في حدا عنده سؤال يا ريت يتفضل. مش متأكد إذا ما ببينوا عندي الأسئلة. هاي بيطلع عندي. دكتورة إيثار ثانك يو، دكتور أسامة حمدان مشكورين، يعطيكم العافية، الله يعافيك، أهلا وسهلا. إن شاء الله تكون المحاضرة زي ما وعدنا خفيفة الدم، وإن شاء الله إنها تكون مفيدة. دكتور جواد أبو طير ثانك يو فيري ماتش، العفو، شكرا لكم. شكرا دكتور أمجد حموري. طيب يعطيكم العافية وشكرا لكم على الحضور، وإن شاء الله كانت مفيدة. وشكرا لشركة راية على الدعوة اللطيفة هاي، وإن شاء الله بنرجع لعهد إنه نشوف بعض وجه توجه، ما نضلناش دائما على الأونلاين كل واحد في بيته أو كل واحد في عيادته، لا أفضل إنه نرجع لسه وجه لوجه، لأنه برضه إلها طعمها ولذتها. أعتقد فيش هون أسئلة. رايدنت شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في أماكن أو لقاءات تانية، والسلام عليكم للجميع.